Hi, my name is Habiba Abbas. I'm student in primary 3A from Martari. I'm Abu Hindiya Official Advanced Language School. النهاردة هنقدم لكم تجربة جديدة وهي تجربة ألوان الطير بتعتمد على كثافة المية واستعمال السكر. هنبدأ على حسب التدريب، يعني من أول اللي هنجيب 4 كوبايات ونحط فيهم مية بنفس المقدار، وهنجيب وهنلونهم بألوان الطعام. وعلى حسب التدريج اللي احنا عايزينه هنجيب اللي هيبقى في قاع الكوباية، هنحط فيه 7 معالق سكر. احنا هنا حطينا 7 معالق سكر وهنبدأ نحط منه كمية. واللون اللي بعده هنحط فيه اقل، هنحط فيه 5 معالق سكر وهنحط، بس مش هنحطه لوحده، هنحط معاه القطاره بالقطاره يعني كده، ونحط بالراحه من فوق كده قطره قطره. وبعد كده نجيب اللون اللي بعده الأصفر، نحط فيه 3 معالق سكر بس ننضف دي الأول كده، نحط دلوقتي. هنبدأ في اللون اللي بعده نحط فيه 2 معالق سكر أو ما نحطش خالص عشان ده اللي هيكون في الكم. نبدأ طبعا نحط واحدة واحدة. كده خلصنا الوان، زي ما احنا شايفين الوان ما زهقتش، ويا رب تكونوا استفدتوا من التجربة بتاعتي. باي باي.